كل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى الجزئية الثالثة في أصول الفقه والكلام على الأحكام الوضعية. احنا قلنا الحكم الشرعي هو حكم شرعي، عملت له دائرة هيبقى ايش؟ سامين. حكم الشرعي هو حكم تكليفي وحكم وضعي. التعريف الكامل خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى لما تقول التكليفي ستجعلها بالاقتضاء والتخيير، بس لما تقول الوضعي هتجعلها بإيش؟ يبقى خطاب الشارع المتعلق بالمكلفين في الاثنين، مفهوم؟ احنا قلنا ان اهم علاقه بين الاحكام الوضعيه والاحكام التكليفيه هي الكل حكم شرعي. يعني الحكم الشرعي وحكم تكليفي وحكم وضعي، علاقه الحكم التكليفي والحكم الوضعي اهم ما يعني يربط بينهما، ان الحكم الوضعي علامه على اماره على الحكم التكليفي، اماره على الحكم التكليفي. يعني نستطيع ان نقول الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو الإنفاذ أو إلغاء، لذلك يصدرون دائما الصحة والفساد. لكن أنا سنتكلم عن السبب والشرط والعلة أو السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، وهذه كلها مادة الأحكام الوضعية. نعم. السبب هو كل ما يتوصل به المرء إلى مقصود يريده. إذا أراد العلم أخذ بسبب العلم. إيش هو؟ حضور. يعني كمان دي مش عارفينها. حضور مجالس الإيه؟ العلم. شو أراد علم؟ السبب الذي تحصل به العلم إيش؟ السماع والنقل والكتابة وحضور مجالس العلم. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يتبنى كيده. السبب هنا إيه؟ الحبل. يبقى كل ما يتوصل بالإنسان لما يريده يسمى السبب. والسبب في الاصطلاح هو ما يجعله الشارع علامة على حكم شرعي، وده على كل الوضعيات بقى في هذا الباب. السبب هو ما جعله الله علامة، ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدم. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى دلوك الشمس هو إيه؟ سبب. سبب لإيش؟ موجب لوجوب الصلاة. طيب قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا قال أن السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى السبب في تحريم الخمر هو الإسكار. ضربت أنا هذا بذاك للتفريق. يا ربي فرق بين الدلوك وال 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 والإسكار. هي خلاص عنده، أنا عارف. الدلوك سبب والإسكار علة وسبب. أيوة. ليه بقى؟ قل لي. الحكمة موجودة. كلما وجدت الحكمة فقل هذا علة. وكلما وجدت تعليق الشارع الحكم بسبب لا تعرف حكمته، ها؟ فهذا إيش؟ فقط سبب. الدلوك، دلوك الشمس، إيش حكمته؟ عم النايم. يا أستاذ يغط في الغطيط. يا أستاذ أين ذهبت؟ عندنا المعتزلي ممكن يفسر لك الرؤية لكن سيدلس فيها. قص عليه رؤيتك لعله يفسر لك. ماذا؟ ما نمتش؟ يعني ما وصلتش حاجة؟ يعني أنت بالك ساعة نايم ما وصلتش حاجة؟ ما يا محمود؟ مايل الشمس عن كامة السماء. نعم. هو الدلوك هنا يعتبر ايه؟ علة ولا سبب؟ ليه بقى سبب مش علة؟ ليه سبب مش علة؟ لم تعرف الحكمة، لم تعرف الحكمة. شيخنا، هو سبب في تحريم الخمر الإسكار؟ نعم. نعم. طب لو قلنا عندنا خمرة لا تسكر، اشربها وكلها كيفما شئت، وأن لك الخمر التي لا تسكر، غزل النساء خمر فوق الخمر. ايه رأيك هذا؟ الشيخ هو قال لك، هو بيحرك الفقيه، انت مش فاهم، ده مش سهل، ده الراجل الدكتور بيحرك الفقيه.
قال لك انا اخلي المساله ما تزود انا قلت لك لكن داخل في حاره واسعه ما يعني فاهم هو لا هو عارف هو عارف هو اتقن الناس في هذا الباب رضي الله عنك. إذن السبب ما يجعل الشرع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما. فإذا قال وجودا وعدما يبقى إذن يوجد الحكم بوجود هذه الأمارة وينتفي بانتفاء هذه الأمارة. نعم. وحكمه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدم العدم. طبعا لذاتي كلمة الزيادة لما تريدها في صفة لذاتي أرادوا بذلك الكلام على المانع على المانع. فخلينا نتكلم بسهولة ويسر السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجود الوجود يلزم من عدمه العدم. أقم الصلاة أو أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلكت الشمس ها وجبت الصلاة. لم تدلك الشمس لا تجب الصلاة. يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. تقول الزنا سبب للرجم. زنا المحصن سبب للرجم. يبقى حدث الزنا كان الرجم. إثبات الزنا وإثبات الزنا يكون بالبينة أو بالإقرار. بالبينة والإقرار ها؟ الحمل هنا عند الإمام عمر بن الخطاب وهذا فيه خلاف فيه كبير يعني صراحة. الشيخ عامل كنت جاب جواته منين؟ من الجني. لذلك أي نعم تقول عفركوش الحاصل أنه حقيقة ممكن تقول متزوجة جني ابن جني ملك في وادي الجن. لا تقول ذلك. الحقيقة أنه يحدث يعني البس الجني بالإنسي وارد وأيضا لا ينكره إلا المعتزلة. لكن الزواج زواج الجن من الإنسي مالك رفضوا ولما ثلاثة قالوا به. قال تعالى ما تمسهن إنس قبلهم ولا جان. الأعمش ودي قصة ذكرها حتى بتاع تحفة الأشراف ما أنكرها ما أنكرها. الأعمش قال يعني شهدت عرسا كان بين جني وإنسية أو العكس إنسي وجنية وكان من ما هو حاضر العرس وشايف أعاجيب. يقول جلس بجانبي يعني أربعة من الجنون هو مش شايف هو بيقول في شيء أمامي أكيد جالس بجانبي. ليه؟ لأنه هو جلس يقول كنت أرى الأرز يكور ويطير ويروح يكور ويجي. فهم عمالين يكور الرز ويأكل ما يظهر أنه كانوا بدو شغالين كور وطلع كور وطلع كور وكل فهم حضرتك. فنظر هكذا فكلمه ولما كلمه قال يعني أفيكم طوائف؟ قال نعم فينا السني وفينا البدعي. قال ما أسوأ أهل البدع عندهم؟ قال الروافض. يا أولاد الروافض يعني حتى الجني حتى الجنون مش طايقين أمكم. مشكلة والله مشكلة خرب الدنيا على كل حاجة مخلوقة يعني. فهو أصلا يعني من قال بصحة الزواج خبر ده في إسرائيليات أن بلقيس يعني العلة في أن سليمان عليه السلام جعلها تدخل الصرح ها تحسبه لجة عشان تكشف عن إيش كشفت عن سقايا الآية. قالوا فعل ذلك ليتأكد يا بنت جني ولا لا لأنه قالوا رجلها كان فيها يعني يدل على أن أبوها كان جني. وده إسرائيليات كلها إسرائيليات ما فيش ولا صحة إسناد في هذا الباب. لكن هل يتلبس الجني بالإنسي أو الإنسي بالجني؟ نعم. هل يتمتع؟ صدقوني عمليا أصعب شيء في 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 مسألة لبس الجن بالإنسي هو العشق إنه يعشقها. فهذا أصعب شيء ما يخرج منها بحال من الأحوال. يقاتل لا يظهر إن الإنسي حنين أو عجني ولأنها أصلا بترتضي بذلك
دي مشكلة. ما هو أصل كل يوم عايزة بيجي لها بكل يوم شكل عايزاه، عايزة مين فيأتي بشكل اللي هو تريده. هذه حقيقة الرجل يعني كلمني قلت له لا أقرأ، فقال عائلة بنت زوجها اشتكى فذهب كلمها، كلمها فقالت له تصريح أنا ما أريده على زوجها. لما؟ قالت أكتفي. تكتفي به وده زين أصلا ما يجوز، لكن بيمتعها وده حقا بيتمتع بها أيضا موجود. هم المعتزة يقول لك هؤلاء المجانين هم بيقولون بذلك لغاية ما ربنا لبسوا ثلاثة مش واحد، ثلاثة يدخلوا فيه لغاية ما إن شاء الله يجنوه بإذن الله. لا مع أن أنا لا أقول بأنه فيه ثلاثة أربعة يدخلوا، ما أعرفش أنا أعرف هو واحد هو شيطان. هو الجسم بتاع الإنسان هيستعمل خمسة مجانين من الجن؟ ها؟ عشيرة؟ اطلع بره 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 يا دكتور اطلع بره. هو الحق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الحديث الذي جعلني اتمسك بهذا، لما مر على امراه وقالت انظر الى ابني به الجن، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ففغر ايه فغرفاه وقال اخرج اخرج عدو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان امراه مصروعه قرأ عليها كثير من الناس، الجني ثقيل عليه، فراحوا لاحمد فاعطان عليه. ان صحت القصه احنا في 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 في, في دائما في السير بنعمل ايه نتساءل. فبعث ابن عليه فقال قل له احمد يقول لك اخرج، فخرج. طبعا اهل الدين ابن تيميه قرأ على امراه ملبوسه، فلما قرأ عليها تعرفين ابن تيميه ما عرفش غير ربنا، ابن تيميه لا يعرف غير الله وطريق الله. فلما قرأ عليها كلموا الجن، صرخ وكلموا قال اخرجوا كرامة لك أنت لست كأحد الرجال. قال يا ظالم تخرج لأنك ظالم لا كرامة لي. هو أراد يعمل إيه؟ يضيع ابن تيمية، يدخل في قلبه مسألة إيه؟ إيه ده أنا والجن بيخافوا مني، ده في وادي جن بقى بيحضروا لي زي ما كده قالوا إن كان في جن بيحضر الشيخ ابن باز. برضو الكلام ده احنا برضو السلفيين عندهم أشياء غريبة شوية، لكن مش بعيد لأن الملائكة يحضرون مش بعيد، لكن هو جالس وبيتكلم يقول انا كنت الجني الفلاني كنت في الدرس الفلاني، دي اللي ممكن ايه تحتاج الى اثبات. ها الشيخ مقبل كان عنده جنون بيدرسوا كلام كان على الشيخ مقبل. الشيخ مقبل هو اللي قص هذه القصه، هو الشيخ ابن باز هو اللي كان عنده الجني كان بيقول الباب ياخد اه بيقول لك الباب يتفتح ويقفل بتاع ماشي ربنا خلي كلامنا عليهم خفيف زي ما بيقولوا عشان هيهجموا على طلبه العلم مش عارف ادرس كل واحد يطلع لي يقول الباب بيتقفل ويطلع. وبعدين الحق كما قلنا انه نعم موجود وهذا الصرع موجود، اللي بينكره ما في ده متخلف ويتمتع، لكن يتزوج الفقهاء قالوا ما فيش زواج، والملكية قال كل واحدة تيجي هتيجي ترجمها أو تجلدها مالك انت بتعرفش زوجي ده اصلا مالك وادي الجن في الناحية الفلانية، يبقى كل واحدة تيجي يقام على حد هتقول له ايه جوزي جن فكنست المسألة. فهو مالك منع ذلك من هذا الباب، ولكن هي المسألة أيضا خلافية فقهيا خلافية. وحتى قصة الأعمش بعضهم صاحب تحفة الأشراف نقلها ولم ينكرها، ولكن كما قلت هذه المسائل الحقيقة عندنا حديث ثابت وعندنا آية ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم الإنس ربنا استمتاع الإنس بالجن إنه يعمل له خارق العادات، يطلع طاير يمشي على الماء فاهم، قاعد هنا ونص التاني في مكة أو المهم بيفعل له أشياء خارق. وأما الجن لا يتمتع به إلا بكفر لا يمكن، ولذلك كل ساحر لابد أن تره يهين المصحف يستغفر الله أعوذ بالله من غضب الله، فلازم يعطيه كفرا حتى يعطيه القوة. أنا شفت هنا لما قلنا أقسمت الأخت بعثت أن الجن قال لها بئر الذهب يكون لك قدمي قربان بقتل ابن أخي يفعلون. في جني أصلا ولد كنت أنا ماشي في الشارع الحمد لله يعني بقرأ بيضرب دماغه في الأرض ما في ملوش إرادة، وفي النهاية بعدها بكم سنة أخبروني أنه خلاه ألقاه من الدور العاشر
جر ولا ذلك. فطبعا كل من يكون في ذلك وهو مسلط على إرادته لا يحاسب، ما يكونش خاطر نفسه، لكن وارد وكل ده موجود، وارد وكل ده موجود. نعم. فالزنا، الزنا مع المحصن بإحصان، بإحصان موجب للرجل، موجب للرجل. هلال رمضان سبب ليش؟ موجب ليش؟ للصيام، لحكم شرعي وهو الصيام. العلاقة، علاقة السبب بالعلة، وهذه دي مهمة جدا يعني. يقولون هذا الحكم علته كذا، والسبب والعلة بينهما عموم وخصوص. فالسبب أعم من العلة لأنه مش حكمة. فيتفقان عند معرفة المناسبة للحكم الشرعي. يعني تقول الإسكار موجب لإيش؟ للتحريم، فيكون سبب إيه؟ سبب وعلة. لما تكون المناسبة يبقى هذا سبب إيه؟ وعلة. لما تكون المناسبة كان سبب وعلة. كرجل شرب الخمر يقام على الحد 40 جلدة، وهناك مناسبة للحكم هي زوال العقل. زوال العقل بإيش؟ بالإسكار، بالإسكار. فالإسكار سبب لتحريم الخمر، أو الإسكار أيضا علة لتحريم الخمر. ولأن مقاصد الشريعة جاءت بخمس وهي حفظ العقل. إذن الحكمة من تحريم الخمر هي حفظ العقل، والمناسبة في تحريم الخمر هو زوال العقل بالسكر. والحكمة من التحريم يسمى علة أو سببا. إذن عند معرفة المناسبة لك أن تقول هذا إيش؟ سبب، هذا علة. وينفرد السبب عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعي، كما نقول، نقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، إلى غسق الليل. فغسق الليل سبب، ودلوك الشمس إيش؟ سبب. نعم. تقول القصر، القصر موجب، السفر موجب للقصر، السفر موجب للقصر. فالسبب، السفر سبب للقصر. هقول موجب القصر سبب لما؟ قالوا لأن الحكم هنا يتوارد عندما، عند القصر. فقالوا المناسبة غير إيش؟ غير واردة. هذا فيه نظر صحيح. لما يقولون أن السلام قال إن السفر أي قطعة من عذاب، يبقى هنا المشقة الحقيقة، قالوا المشقة هنا الحكمة ليست العلة. السفر علة؟ السفر، السفر الحقيقة ما تقول السفر علة وسبب، بس الحقيقة السفر ليس بعلة. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه حقا في السفر بالطائرة لما من هنا الأسوان ها ربع ساعة تلت ساعة، وبالقطار 13-14 ساعة صح كده، 14 ساعة. فلذلك قالوا لا، كل سفر موجب للحكم، لو المشقة مش هتجعل ذلك يقصر ولا يأخذ بها. فهمتم؟ فجعله سبب من أجل هذا، لتفاوت الناس في مسألة المشقة في هذا الباب. الشرط نقول السفر علة، أقول سبب، سبب ده الحق. تعريف الشرط، الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشرطها. وإن كان بعض أهل اللغة ينفون ذلك ويقولون خطأ. نعم. والصحيح أنه شرط بالتحريك الشرط. وقد قال العلماء هو العلامة اللازمة التي لا تنفك. والشرط لا يكون شرطا إلا أنه خارج ماهية الشيء، فرق من الركن، لأن الركن داخل ماهية الشيء. فالركوع شرط، والطهارة ركن، وده أصل فيها. ها نايمين، نايمين، أنا بشوف بس بالليل إيه اللي حاصل، فيه نوم ولا ها في نشاط؟ إذا خلاص يا حبيبي، حبيبي. أنت 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 عايز فرح حبيبي تقعد تكلم فيه؟ ما تجلس حبيبي زيهم كده، ما هم ساكتين يا حبايب، ما حلوين أهو تعمل، فاهم؟ ما تسكت يا بابا، ما عايز تتعلم انت، ده مش عارف، ده انت هتورم دماغي يا حبيبي، ده فين التعلم؟ عايز تتعلم هتورم دماغي، ما تسكت. شوف انا ايوه يا احمد عليك، يا احمد ايوه يا احمد عليك، الله يديك. فالوضوء شرط لانه خارج ماهية الصلاة، والركوع ركن لانه داخل ماهية الصلاة. وقلنا الشرط ما يلزم من عدمه
العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود العدم لذاته. قلنا لذاته هذه لتفسيرها أنه يقدر الإيش المانع حتى يقدر المانع في هذا. الوضوء شرط من شروط الصلاة، من لم يتوضأ فصلاته باطلة، لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال إن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فهنا يلزم من عدمه الإيش العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. والفرق بين الشرط والركن هي المهية، لأن الركن يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع وأمثلته نأتي بها غدا إن شاء الله مع الصحة والبطلان، لأننا سنكتفي في الأصول بالأحكام التكلفية. كنت أتمنى أن ندخل على العام والخاص والمطلق والمقيد، لكن هتكون كروتة على الإخوة، والإخوة الحمد لله لما بتاكل بيبقى عقولهم نيرة جدا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.